أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، وسؤال حلقتنا لليوم عن التعامل مع الشخصيات الصعبة في العمل. لمتابعة الحلقة بتقدروا تزوروا البث المباشر لقناة حلب اليوم على يوتيوب وموقع القناة الرسمي، وللوصول مباشرة إلى مجموعة صباح سوري على فيسبوك تقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مركز الأيادي المبصرة، مبادرة تطوعية في مدينة إدلب تهدف لتدريب المكفوفين على العمل في عدة مهن. كاميرا حلب اليوم زارت المركز وسلطت الضوء على قصة الشاب محمد المعتوق الذي أصبح مدربا في المركز والذي يعمل في صنع الأشغال اليدوية من القش. دعونا نتابع التقرير التالي ثم نعود للحوار. طبعا بدأت حياتي مع الإعاقة، كنت مبصر بالعام 2000 وفقدت بصري، عند كان عمري 9 سنين، فاضطريت أن أدخل مدرسة خاصة بالمكفوفين، بتعلم البرايل، لغة البرايل، وهي خاصة للمكفوفين. فبعد ما كنت صف ثالث رجعت دخلت على مدرسة المكفوفين، فرجعونا على الصف الروضة مش أن أتعلم لغة البرايل الخاصة بالمكفوفين. مدرسة علمتنا لغة البرايل واشتغلت علينا على الصعيد المهني، هي اللي علمتنا مهنة القش اللي نشتغل حاليا في هذا المركز، وبالإضافة لمنهج التربية. تابعت حياتي في المدرسة، وبعد ما خلصت المدرسة قدمت على البكالوريا حر ونجحت بمعدل جيد ودخلت الجامعة الحمد لله، وتخرجت بمعدل ممتاز وإن شاء الله رح كفي دراسات. هي على الصعيد العلمي قسم لغة عربي. طبعا الجامعة دخلتها هي أدب عربي، المجال اللي أنا بحبه وبهوى، يعني كنت أكتب شعر وبهوى كتير اللغة العربية، فدخلت المجال هذا على رغبة وموهبة والحمد لله راح كفى بهذا الطريق. وهلأ أنا أستاذ في مدرسة قلوب مبصرة للمكفوفين، بدرس لغة البرايل وبدرس مادة اللغة العربية للصف السادس والسابع، بالإضافة لمجال المهني فأنا بشتغل كمان بمركز أيادي مبصرة مدرب ومؤسس لهذا المشروع. قمت بتأسيس هذا المشروع بمساعدة الأنسة شذا بركات، وطورنا هذا المركز بجهود بسيطة حتى وصلنا لهاي المرحلة بعد جهد طويل وتعب وعناء، لكن الحمد لله نحن أمورنا في المركز حاليا جيدة وعم ندرب المكفوفين. فهذا المركز هو راح يكون مرحلة انطلاق لكل المكفوفين، بحيث انه المكفوفين يتعلموا مهنة، يكونوا قادرين الاعتماد على حالهم، ما يعتمدوا على الغير، ويكونوا يعني فئة منتجة، مو مثل ما شايفتهم الخلق انه هني فئة مستهلكة. فهذا المركز راح يكون مقر لانطلاق المكفوفين وتعليمهم شتى المهن اللي ممكن انه يتعلموها، ويكونوا من خلاله قادرين على الاعتماد على أنفسهم وما يعتمدوا على الغير. هلأ كمجتمع أنا حاربت كتير نظرة المجتمع، نظرة أنه أنا إنسان بحاجة من يساعدني، أنا بحاجة أنه خلص لازم أقعد في البيت، ما لازم أطلع، بيكن وقعت، بيكن ضربتك سيارة. فهاي النظرة الحمد لله أنه تخلصت منها، وحتى يعني أقنعت الناس اللي حواليه بإرادتي بتصميمي على أنه حقق هدفي. فالحمد لله كل المجتمع المحيط فيني اقتنع بإمكانياتي وقدراتي على الكفاح في هذه الحياة. فكانت من الصعوبات أنه أطلع برات البيت، إجي على المركز أنه من دون أنه ما في مواصلات مأمنة، فكانت هاي صعوبة، لكن حتى الآن ما انتهت، لكن عم نقدر نتأقلم مع الوضع بحيث نطلع أما تقطيع حدا يعني من أولادين الحلال يوصلونا، أو تاكسي أو بالزاجل. ففي كتير من يعني أهم صعوبة عندنا هي المواصلات بالنسبة للكفيفين بشكل عام، فالمواصلات عم تتأمن بتنحل نص مشاكل المكفوفين لأي شيء، سواء كانت مدرسة أو مركز تدريبي، فتأمين المواصلات شيء مهم. هلا أكثر أشخاص كانوا داعمين لإلي في الحياة هي أمي الله يرحمها، والسيد الوالد، والناس كتير من حوالي أصدقاء وأمهات، يعني يعني الكل حوالي اللي بيعرفوني الحمد لله كانوا يعني دافع لإلي حتى أوصل لهالمرحلة هاي، وحتى يعني يكون مثال لإلهم بالتصميم والعزيمة. هلا أكبر طموح لإلي إنه يصير دكتور في الجامعة، وكون مثلا مفيد لكل فئة المكفوفين،
حتى بالمركز انه علم انه حلمي انه علم كل المكفوفين وانشر هاي المهنه بيناتهم حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على نفسهم وما يعتمدوا على حدا. فبريد انا اي كفيف يوصل يلي انا موصل له والمعرفه يلي انا بعرفها. أنا بتمنى أنشر المعرفة، كل شيء في عندي تعبته في الحياة وجنيته من معلومات ومعارف أنه أنشره بين المكفوفين وما أبخل على حدا فيها. رسالتي لكل شخص أما كان معاق بالفطرة منذ الولادة أو أصيب بإعاقة بعد ما كان مبصر، فرسالتي له أنه ما تفكر أنه الإعاقة هي نهاية الحياة أو نهاية الدرب، لا أبدا، بالعكس أنت قدامك طريق طويل ممكن تثبت وجودك فيه، إبداعك، قدراتك، رب العالمين عن اللي بياخد منك شيء بيعطيك أشياء أخرى أنت ما لك حس فيها إلا إذا يعني ما رح تحس فيها إلا إذا مارست الحياة بالشكل المطلوب، من دون ما تيأس، من دون ما تحس إنه رب العالمين عم يعاقبني، من دون ما تفكر بتفكير الاعتراض على قضاء الله. وطبعا كان لابد أن نسلط الضوء أكثر على هذا المركز من خلال استضافة السيدة التي نرحب بها الآن شذا بركات، مديرة مركز الأيدي المبصرة. أهلا وسهلا فيك معنا سيدة شذا، ويسعد صباحك. يا أهلا وسهلا، صباح الخيرات. صباح النور. تابعنا قبل قليل قصة الشاب محمد المعتوق المدرب لديكم، وتابعنا نماذج من أعمالكم، والآن نرى خلفك بعض الأعمال من القش. بداية لو تخبرينا عن فكرة تأسيس مركز الأيادي المبصرة وتأثيره على المتدربين والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بدأت الفكرة منذ عامين تقريبا عندما زارني بعض الشباب المكفوفين بينهم محمد، وطلبوا أن نساعد في افتتاح مركز لهم لتأهيلهم ومساعدة عدد كبير أيضا من المكفوفين والمكفوفات في إدلب. وأنت تعرف حال الحرب التي نعيش فيها وحالة عدم الاستقرار، الأمل فيه مصاعب كبيرة، لكننا إن شاء الله الحمد لله تجاوزناها وفتحت هذا المركز منذ عامين. الشباب متدربون من قبل على أعمال القش، وعندنا أيضا أنواع أخرى من التدريبات ممكن أن نقدمها. طبعا التدريبات كلها مجانية. فالحمد لله رب العالمين بدأنا وعملنا، لكن نحن نطمح إلى أن يكون هناك أكبر، إلى جذب أكبر عدد ممكن من المكفوفين والمكفوفات لمساعدتهم في تخطي حاجز التهميش الذي يعيشون فيه وثم نطلقهم إلى الحياة. شاركت سيدة شذا في معارض للمهن؟ شاركت كمركز؟ نعم نعم طبعا. لو تخبرينا عن التجربة. عملنا عدة معارض، في معارض في مدينة دركوش، في مهرجان الرمان شاركنا مرتين هذا العام والعام الماضي الصيف الماضي أيضا، لقى قبولا الحمد لله جيد جدا. وفي المركز الثقافي في مدينة إدلب أيضا في عدة مرات أجرينا هذا المعرض، وأيضا الآن نحضر لمعرض جديد في المدينة ليس في المركز الثقافي إن شاء الله تعالى. سيكون بالتأكيد يعني عليه تغطية ليس فقط للأيادي المبصرة للمكفوفين، ولكن يضم أعمال لصبايا من المدينة أيضا، أعمال رائعة جدا إن شاء الله تعالى. هل لديكم مراكز خارج إدلب؟ لا والله، نحن نطمح إلى افتتاح مراكز أخرى خارج المدينة لاستقطاب العدد أكبر من المكفوفين لتدريبهم على هذه الحرفة الشريفة، وفي نفس الوقت ممكن أن نخرجهم من مثلا حالة اليأس، حالة التعب، حالة التهميش التي يعيشون ضمنها وفي دوامتها. عندنا أفكار كثيرة جدا ممكن أن ننفذها، لكن نحتاج طبعا إلى دعم لكي نستمر ونتوسع إن شاء الله تعالى.
شكرا لك يا سيدة شذا بركات، مديرة مركز الأيدي المبصرة، على مشاركتك معنا ويسعد صباحك. يا أهلا وسهلا، سعد صباح. مشوارنا الصباحي مكمل معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، ابقوا معنا.